سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو ديالي في احسن الاحوال وفي صحه جيده ان شاء الله. اليوم كما كتشوفوا معايا خرجتكم من بعد هذا الحجر الصحي مني هنايا عندنا في مدينه بني ملال، ولا شويه تخفيف ديال الحجر. قلت علاش لا ما نخرج هكايا لهذا المنتزه المشهور عندنا في بني ملال عينا سردون ونخرجكم معايا. انتم كما كتشوفوا هاد الطبيعه تبارك الله غزاله، ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو. وما تنساونيش من الدعم ديالكم، من اللي لايك والتعاليق ديالكم زوينين، واشتركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد. كما كتشوفوا معايا البنات تبارك الله، هاد الطبيعه غزاله بزاف. نتمنى تعجبكم هاد الجوله هادي وتنال الاستحسان ديالكم ان شاء الله. مازال نديرو مع بعضنا خرجات وجولات اكثر، نعرفكم على المدينه ديالي. هنا هذا القصر الصراحه ما تحتش لينا الفرصه اننا نطلعوا ليه، بنياتي صغار وما قدروش يطلعوا على رجليهم. مره اخرى ان شاء الله ونطلعكم نصور لكم هكايا القصر حتى هو، وندير لكم واحد النظره هكايا من الفوق، نصور لكم واحد الفيديو تشوفوا مدينه بني ملال من فوق القصر. الصراحه بخصوص في الليل كيجي منظر زوين تبارك الله. هنا في عين سردون هادي مصايبين هاد الجرادي، الورد كيفاش داير، الشجر كلشي تبارك الله نقي، كلشي زوين. خصوصا هاد الحجر هذا فاش كان هاد المده هادي ديال الحجر استغلوها الناس ديال البلديه وداروا الاصلاحات في عين سردون. صراحه زادوا شي اصلاحات زوينين بزاف تبارك الله. الصراحه مناظر غزالين تيعجز اللسان على الوصف. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا، ونخليكم مع الجوله. Thank you.
الحيوانات كما كتشوفوا معايا، شلالات، عين السردون الشهيرة الغنية من طبيعة الحال، يعني تعريف تبارك الله، طبيعة غزالة وفتانة، نتمنى تعجبكم. صراحة منظر كيريح القلب. الطبيعة الصراحة زوينة بزاف، ما كاين ما احسن من الطبيعة، هكا الدنيا خضراء تبارك الله. مشينا في هذا النهار هذا، لقينا الإذاعة كتصور في هذا المنتزه هذا، من بعد زعما كيفاش كتجري الأمور من بعد تخفيف من الحجر، كيصوروا مع الأطر ديال البلدية. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو. هنا كما كتشوفوا معايا البنات، راه صافي قربت العشية، كقرب المغرب، وشعلوا هكا الأضواء في عين السردون، الصراحة كيعطيوها جمالية أكثر. وهنايا راه دوك الناس متكلفين هكايا بالجرادي وهذا كيسقيو فيهم واحد الرشاشات، صراحة منظر زوين بزاف وغزال، نتمنى يعجبكم. احسن حاجه البنات هي الطبيعه، اللي بغى يرتاح وبغى هكا يحيد من داك الضغط هو يمشي للطبيعه، يعني كتجي مرتاح، عينك مرتاحه، كتشوف شي حاجه زوينه، القلب ديالك مرتاح. صراحه احسن حاجه هي الانسان هكا يخرج لشي بلاصه فيها هكا الخضوره والطبيعه. نتمنى يعجبكم هذا المنتزه اللي عندنا هنايا في مدينه بني ملال، وينال الاعجاب ديالكم وبصحتكم الدويرة معانا. هنا كما كتشوفوا صافي، حنايا غادي نازلين على رجلينا من عين السردون غادي للدار، وقلت نصور لكم هكايا الطريق. صراحة صافي بدا كيظلم الحال، ومنظر صراحة زوين بزاف ديال الغروب ديال الشمس، نتمنى يعجبكم. هنايا تبارك الله في هذا الجانب هذا لتحت في الطريق ديال عين السردون كاينين الجنانات، داكشي ديال البرقوق، ديال الفكوس، المزاح، الخوخ، كلشي تبارك الله متوفر، كيبيعوا فيه هكايا في جنابات ديك الساقيه، صراحه داكشي غزال بزاف. هذا كيبيعوا
التشبيكات هادو ديال الخوخ وديال البرقوق الاحمر والبرقوق الاصفر، هكا ب 160 ريال الشبيكه. صراحه زوين وطري يعني، يلا كيقلعوه من الشجره كيخرجوه يبيعوه شي حاجه جديده. هنا هادشي ديال اتاي السالميه وديال النعناع وداكشي، صراحه كلشي متوفر تبارك الله الخيرات. نتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو، ولا عجبكم هذا النوع ديال الفيديوهات ما تنساوناش من لي لايك والتعاليق ديالكم الزوينين. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. هنايا صافي وقفنا عند مول البرقوق، غادي ناخذ شويه ديال البرقوق وغادي نحبس الفيديو. نتمنى يعجبكم، والى اللقاء ان شاء الله في فيديو اخر.